أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. لازم ألبس بسرعة، ضيعت كل الوقت وأنا أحاول أفتش على حدا يقبل يروح معاي على الحفلة ولا حدا قبل، بس لمجرد أني جنية نار. بدي ألبس فستان يعبر عن أني جنية نار، بدي أكون فخورة بحالي وأتباهى بحالي، وأنا رح أوريهم كلهم كيف هيك بتعاملوا مع جنيين النار، وبفترضوا أن إحنا سيئين وأشرار وما حدا بقبل يحكي معانا حتى. رح أخلي ألوانه باللون الأحمر والأسود عشان يكون كتير حلو، ولبست أعلى كعب عندي. أنا حاسة ديفيد كتير رح يخاف بس يشوف طولي. حاسة حالي كتير طويلة صرت. رح أحط جناحات جنيين النار وأتباهى إني جنية نار، ما عاد أهتم للناس اللي خايف واللي متضايق من ريحة الفحم. هاي التسريحة حلوة وبسيطة، رح أعتمدها، وهيك أنا صرت جاهزة. يا رب ما أكون تأخرت على ديفيد. الحفلة هاي كتير حلوة، انت كتير شاطر بالرأس يا جيمس. انا كتير بحب الحفلات، كتير بستمتع فيها. تعرف انا ما بحب الحفلات بس ما بعرف ليه كتير مبسوطة بهاي الحفلة. على فكرة هاي الاغنية بتقدر ترقصي عليها بايقاع اعلى، ليه هيك عم ترقصي؟ احمد ربك يا جيمس اني عم برقص، انا عادة ما برقص بالمرة. ما بترقصي بالمرة؟ ليه؟ بحس الرأس مثل المهرج بيكون الإنسان، وأنا ما بحب هيبتي أبداً إنها تنهز، عشان هيك ما بهز حالي. إيش دخل الهيبة بالهز؟ أنا عارفة هاينا المهم مبسوطين. المهم أنا مبسوط لأنك عم تتغيري. يمكن أنا هيك من زمان ومو عارفة حالي. يا شو هذا القرف؟ والله يا ناري بطلتي محترمة حالك بالمرة، ولابسة وردي؟ ايش القرف اللي لابساه يا ناري؟ وليه عم ترقصي مع الغبي هاد؟ اطلعي كيف برقص زي المهرج، وين هيبتك واحترامك لحالك؟ هيبتي خليت لك اياها، شو؟ مو لاقي ولا حدا يتعرف عليك؟ ولا حدا قبل يروح معك على الحفلة؟ يا حرام لحالك! انا هاي الحفلات السخيفة ما بتهمني، ومستحيل ارقص زي المهرج اللي معك، شوفي كيف انبطح على الارض، منظر مقزز! ما بتهمك الحفلات؟ طب ليش جاي؟ لو سمحت لا تزعجنا، خلينا نستمتع، انا مو مشكلتي انك لحالك ومرمي. واو جيمس ابدعت، واو كتير حلوة كتير حلوة حركاتك. يا الله مش قادر اتحمل قرفه، وين روزي؟ انا اجيت على هاي الحفلة بسببها، ولا ما بدي اروح اصلا. يا الله حس حالي تأخرت، الكعب كتير صعب المشي فيه. واو الحفلة حلوة، بس وين ديفيد؟ روزي؟ واو ديفيد انا اسفة اني تأخرت. مش مشكلة، فستانك كتير حلو. اوه كيف هيك صرتي عملاقة؟ توقعت تعلق على الكعب. اسمعي انا كتير متنكد من هاي الحفلة، خلينا نطلع. لا شو نطلع، من حقنا نرقص ونستمتع مثلنا مثل غيرنا، مو لان جنيين النار ينبذونا ويطلعونا رح نضلنا في الحفلة ونكملها. فعلا معك حق، حتى ناري شمتاني فينا، خلينا نرقص وننبسط. يلا وسو وسو جنيين النار رح يرقصوا. انتو يا فشلة فاكريني عنكم سألة، هياني عم برقص ونار بتحرقكم. انتو يا فشلة حفلتكم غبية وهبلة، لولا نحن نرقص ما حدا معبركم. انتو تركتونا، انتو زعلتونا، انتو حسستونا ان اقل منكم، انتو خليتونا، انتو بعدتونا، انتو نبذتونا، حسستونا ان غير عنكم. انتو ضايقتونا، انتو قهرتونا، انتو خليتونا نكون غير عنكم. انتو نبذتونا، انتو زعلتونا، انتو حسستونا ان اقل منكم. شطارة هاي عنصرية وحقارة، هاي مش شطارة، احنا زينا زيكم. هاي مش شطارة، هاي اسمها حقارة، هاي مش شطارة. ليكون مش عاجبكم طب احنا احسن منكم. لا داعي لا داعي تسقفولي. لا داعي لا داعي. يلا النتائج، طب
طبعا كالعادة اللي فاز جني التلج، وما بعرف هاي شو نوعها من اي فصيلة الجنية اللي ابصر شو مالها. طبعا جنيين النار ما فازوا، ممكن افهم جنيين النار ولا واحد فينا ليش ما فاز. طب انا فستاني من اروع ما يكون، وحتى ناري الهبلة فستانها حلو، وحتى ديفيد، بس ولا حدا صوت لنا لان جنيين نار. وهاي المهزلة انا حامل انها تنتهي من هاي المدرسة. كيف يعني مدرسة لجميع الجنيين واحنا يتم معاملتنا اسوأ معاملة؟ كيف يعني؟ كيف هذا مسموح؟ اوه ما شاء الله ما شاء الله، المتحدثة الرسمية باسم مملكة النار، ما عرفتك، مش على اساس كنت جنية طبيعة وما بتحبي ريحة الفحم؟ شو هذا التحول؟ شو اجتك الحالة الانفصامية؟ ناري مش وقت سخافتك، انتي ما شفتي احنا ايش عانينا. طبعا ما انتي لطشتي السيد جيمس. اوه نفسك كان بجيمس؟ طب كان حكيتي لي، كان حزنت عليكي وخليته يرقص معك بدل ما انتي مبهدلة حالك زي المجانين عم ترقصي وتغني بالحفلة، فضحتينا فضحتينا. شو هاد؟ انتي كيف هيك بتحكي؟ انا عم بقدم رسالة. قلتي لي الفن هو رسالة المهابيل والمجانين. على كل خلي روحك رياضية عادي، وإذا ما فزتي المهم جيمس فاز. ناري شو مالك انجنيتي؟ أنا اللي انجنيت برضو؟ يا حرام أنا شفقانة عليك كتير. أوه ما تزعلي يا روزي، إحنا متعودين على هذا الإشي وما أظن إنه في يمكن يتغير. لا رح يتغير، ورح يتغير غصبا عنهم. اوه دراما دراما، مو قادرة مو قادرة. يلا يا جيمس عم بيعكروا مزاجي هدول النكديين، كنت كتير مبسوطة معك. يلا يا جيمس خلينا نطلع من الحفلة قبل ما نتنكد. انا اسف لانك ما فزتي يا روزي، بصراحة انت بتستحقي الفوز، والاغنية اللي غنيتيها اثرت فيه، فعلا الوضع لازم يتغير. انا عن نفسي ما عندي عنصرية اتجاهكم ابدا. بعرف يا جيمس انا ما بحكي عنك، بس في ناس عن جد عم بيعاملونا معاملة كتير سيئة، انت ما شفت اللي مرينا فيه، ولا حدا قبل يروح معانا على الحفلة. انا فاهم عليكي، ان شاء الله الامور بتتحسن. طيب خلص تصبح على خير، الوقت اتأخر. فعلا خلينا نروح ونرتاح. يلا يلا يا جيمس، يلا يلا هدول تعوني دراما. طيب عن اذنكم تصبحوا على خير. تصبح على خير. اوكي باي باي. يلا يا جيمس خلينا نروح. يلا هلأ بنروح. باي باي؟ لا باب باي رجل البحار أحسن. شو مالك يا ناري؟ مع السلامة تصبحوا على خير. ديفيد ملاحظ تصرفات ناري الغريبة؟ كأنها انهبلت أو صار لها إشي؟ بصراحة تصرفاتها غريبة، بس انتو البنات هيك على فجأة بتنهبلوا زي ما انتي كنت بفكر حالك جنية الطبيعة. شو؟ قصدك اني انا هبلة؟ لا لا مش قصدي، خلص تصبحي على خير، ما بعرف صراحة، يلا بشوفك بكرة. طيب احسن. انا كنت فاكرة حالي جنية الطبيعة، بس انا ما حدا بعرف قصتي، انا فعلا تربيت بمملكة الطبيعة وعشان هيك. بس ناري ابصر شو مالها، ما عم تتصرف كجنية نار. يا الله صرت انا احكي عن التصرف كجنية نار وهي انجنت. شكله ديفيد معاه حق، انا لازم انام. يا الله قديش انبسطت بالحفلة، كتير كانت حلوة، كتير استمتعت، جيمس كتير بيعرف يرقص. خليني اشلح الفستان وارتاح وافك هاي التسريحة. يا الله قديش استمتعت مع جيمس، حتى روزي منكادة مني لاني استمتعت ورقصت وهي ما حدا عبرها ولا حدا قبل يروح معاها. يا الله رجلي بيوجعوني، خليني انام. اوه ما اجمل الانسان يستلقي في سريره بعد عناء رقص طويل. واخيرا وصلنا، هذا هو المكان يا ناري. شكرا يا جيمس، انت حملتني طول الغابة والوديان والبحار عشان نوصل لهون، بس مو فاهمة شو هذا المكان. هاي هي نافورة الأحلام. نافورة الأحلام؟ كيف يعني؟ هاي النافورة بتتمني أي إشي نفسك فيه وبتحقق لك إياه، بس لازم يكون صادق ومن قلبك، إذا أمنيتك مو صادقة ما رح تتحقق. اتمني بصدق عن جد عن جد عن جد يا ناري شو نفسك، وهاي النافورة رح تحقق لك أحلامك. واو عن جد؟ ممكن أحلامي تتحقق؟ أنا رح أتمنى، أنا عندي أمنية كتير 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 نفسي فيها، بس ما حدا بيعرف عنها لأنها سر. طيب ممتاز، اتمني، لا تخافي، هاي البحيرة كاتمة للأسرار.
ما حدا رح يعرف. طيب خليني أركز. بتمنى يا بحيرة الأمنيات إنك تزوجيني حبيبي وأعيش معاه للأبد. حبيبي اسمه جيمس وهو جني تلج، بس أنا بحبه كتير ونفسي أتزوجه. شو؟ بدك تتزوجيني؟ بس إحنا أصدقاء، أنا ما توقعت إنه بدك تتزوجيني. أنت كيف عرفت أمنيتي؟ مو قلت لي إنه هي سر؟ سر لما تحكيها بصوت واطي بينك وبين نفسك، مو بأعلى صوت عندك. يا الله، حسب الفضيحة كل المدرسة عرفت. هرمي حالي في البحيرة. ناري ناري. ساعدوني، أنا بكره المي، حدا يساعدني، عم بغرق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف يا لطيف، الحمد لله طلع حلم. شو هالحلم هاد؟ شو هالفضيحة هاي؟ يا الله، كيف هيك أنا أحلم هيك إشي؟ هلأ حس بالغرق والمي على راسي. خليني أتنفس، خليني أنسى اللي شفته. يا ربي، شو هذا الحلم؟ يا قلبي، لا حسيته حقيقي لهلأ، مش مصدقة إنه حلم. بس ليش هيك أنا بحلم بجيمس؟ وليه بحلم إنه نفسي أتجوز جيمس؟ طب جيمس جني تلج أصلاً؟ يا عكيف هيك حلمات؟ يعني يمكن من الحفلة، لأني طول مبارح ضليت معاه فكنت عم بفكر فيه، فعشان هيك لما نمت حلمت فيه. يا الله، أنا حاسة حالي مو طبيعية، هاي مو طبيعتي، في إشي غلط فيي. خليني أجوجل إيش المرض اللي عندي، أنا متأكدة إني مريضة. أنا رح أكتب الأعراض على هذا الموقع، هذا الموقع بيخليك تكتب أعراض المرض ولحاله بكتب لك شو اسم المرض. طيب أنا شو الأعراض اللي عندي؟ ما عارفة أنام منيح وبحلم أحلام غريبة بجيمس، وكمان بضل أفكر فيه كتير، وحتى وهو مش موجود بحس حالي نفسي أشوفه أو أحكي معه، وبحب إنه يكون معي، ولما يكون معي بحس حالي مبسوطة ومو على بعضي، وأنا مش من الكائنات اللي 24 ساعة مبسوطة، وهذا شعور مو حلو، فمش عارفة شو هذا المرض. هيني دخلت كل الأعراض، بس ضايل أستنى النتيجة. شو؟ مرض الحب؟ مرض اسمه الحب؟ أول مرة أسمع فيه هذا المرض، شو يعني؟ خليني أجوجل تعريف الحب. ما هو الحب؟ الحب هو مجموعة متنوعة من إيش؟ من المشاعر الإيجابية والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير. بسم الله، شكله معي مرض عقلي؟ كيف يعني؟ كيف يعني ما مشاعر؟ يا الله، طب شو أعمل أنا هلأ؟ رح أطنش جوجل غلط، ما لازم الإنسان المريض يجوجل عن مرضه، خلص رح أنسى وأطنش. وها؟ بلا مرض، بلا هم، بلا جوجل، دايما هيك الواحد بس يجوجل إشي بيكبروا الأمور وبيطلعوه مختل عقليا أو رح يموت. بس ليش أنا عم بفكر بجيمس؟ يا الله، حاسه داخل جوا راسي، يعني وأنا نايمة بحلم فيه وأنا صاحية بفكر فيه. شو هاد؟ معقول عن جد أنا مريضة بمرض الحب وعم بحب جيمس؟ طيب شو العمل لنفرض هذا الإشي صحيح؟ شو لازم أنا أعمل في الحالة هاي؟ يا ربي، لازم ألاقي حل، لازم أعرف كيف أتصرف، مش عيشة هاي. يتبع في الحلقة القادمة. معقول ناري صارت تحب جيمس؟ طب كيف جنية نار تحب جني تلج؟ وكيف جنية النار بتعرف تحب أصلا؟ كل هاي الأحداث رح نشوفها في الحلقة الجاي. شكرا لأنكم تحملتوني وصبرتوا علي، أني كتير بحبكم، وإن شاء الله رح أحاول أني أنزل الحلقة الجاي بأسرع وقت. ادعموني بلايك عشان أتشجع أكتر وأكتر لهذا المسلسل، وشكرا كتير كتير لكل اللي لسه بستنوا هاي الحلقات وما يأسوا من المسلسل. أنا كتير بحبكم وأشوفكم بفيديو تاني. باي باي.